نتواجد حاليا هنا في بيت الدكتور خالد أزهر بعد أن لقى حتفه اليوم صباحا بعد خروجه من العمل في منطقة شارع المغرب. نتواجد الآن في بيته كما تسمعون بهذا النياح والعويل. الآن جثة الدكتور متواجدة في هذا البيت ومن ثم بعدها تذهب لإتمام عملية الدفن. لغاية الآن الأسباب غير واضحة التي دفعت لمقتل الدكتور. لغاية الآن المعلومات تتحدث عن 3 عناصر كانوا يستقلون سيارة حاولوا مطاردة الدكتور، ومن بعدها تم إطلاق الرصاص عليه وقتل على الفور. دعونا نتحدث أكثر مع من يتواجد بالقرب منا. هنا والد الدكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون مات الدكتور أبوي؟ والله يا أخي أولاً جانا خبر أنه هو في شارع المغرب. زين الخبر جو عليه ناس مجرمين أطلقوا عليه النار، على أثر هذا أنه استشهد. أحنا وأكرر وأقول على وزارة الداخلية أن تأخذ حقنا. شنو السبب اللي خلوهم يقتلوه؟ والله السبب أولاً كل كفاءات العراق أكو مجرمين ده يأخذونه ويقضون عليه، والدكتور خالد من الكفاءات المعترف به بوزارة الصحة، فسادفوه على هذا الغرض. ولا لا إلى عداوة ولا إلى أحد ولا يتعارك. دكتور مثقف وسالم وكذلك. شنو اللي طالبون به؟ نطالب وزارة الداخلية بأخذ الثأر من الدكتور خالد، كذلك وزارة الصحة أن تنظر بنظر الاعتبار فقدان أحد كفاءاتها، وهذا طريق راح يستمر على كل الكفاءات. نعم زملائي مستمرون لغاية الآن، وكما تشاهدون عمليات النياح والعويل لغاية الآن. الآن تتم عملية نقل الجثة. شنو أسباب الوفاة؟ طلق ناري. مجهولة؟ مجهول. شنو اللي طالبون به؟ طالب انه الداخلية ان تتخذ كافة الإجراءات بحق هذا الموضوع. نعم زملائي، لغاية الآن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالجريمة، وتستمر عمليات التفتيش من أجل الوصول إلى بقية الجنات. وتشاهدون الآن عملية التشييع للدكتور من أجل نقله وإتمام عملية الدفن.